شفت المصباح بتاعك؟ راح لابويا وعرفه كل حاجه. طب ما يعرف. ما يعرف. بقولك يا سمير، انا خلاص بطلت، مش هعمل كده تاني. طب ما تهدى كده وتسمعنا صلاه النبي عشان نتبارك. عليه الصلاه والسلام. تعرف ان ادهم كلمنا النهارده وجايلنا عشان يعرفنا نتيجه اعمالك العظيمه؟ ما بقتش فارقه. بقولك ابويا طردني من البيت. يطردك من البيت عادي. فيلتك جاهزه. مستنيه صاحبها اللي لها بركه وفلوس. بص عسير اهو. هيا هانم. يا اهلا وسهلا طبعا. لا لا لا، انا والشيخ صابر بنركب العربيه حالا وفي الطريق لسعادتك. لا ان شاء الله قبل ما توصلي هتلاقينا منتظرينك. مع السلامه. لا ما يصحش، اقفل لي سعادتك الاول. مع السلامه. يلا بينا يا شيخ صابر، لازم نروح عشان ما ينفعش هيا هانم توصل قبلينا. ان شاء الله اول ما تخش فيلتك هتنسى الزعل، تنسى ابوك، تنسى الدنيا كلها. يلا يا شيخ اتفضل. طب ثلاثة بالله العظيم، لازم البيت لو ابني ما رجعش فيه. ما تلويش دراع يا صفاء، انا كان لازم اعمل كده معاه. وانت، انت كان مين عمل معاك كده؟ انا ياما غلبت وطلت معاك وانت ولا انت ايه؟ ونعيد الغلطه دي مع ابنني؟ طيب خلاص ندمت وتوبت وربنا بيقبل التوبه. مش حد يقبلها انت. خلاص يا اخويا، نفضل احنا كمان وراه لحد ما يتوب. احنا ما نسيبه كده بطوله، يفضل معمي لغايه ما يمشي في السكه اللي هو فيها دي. كان لازم له قرصه ود. ايوه يا اخويا، بس مش كده. تلاته بالله انت هتحلفي عليا يا صفاء؟ هتعريف عليا ولا ايه؟ في ايه يابا؟ ما بالراحه على امي شويه وصلوا على النبي كده. عليه الصلاه والسلام. دي العمليه لسه ما بردتش يا ابو حسن. كل شويه حسيب الدار، حسيب الدار، ربوني بقى. هما يعني عايزنا نعمل ايه؟ ابني ساب البيت. لا هو ما سابش البيت، ابويا اللي طرده. لا فعلا. فعلا يا عيلة امك. ما تقلقش يابا. انا عارف ان قلبك كبير ومش هتشيل من صابر. انا هروح له وهعقله واجيبه لحد هنا اهو يحب على ايدك. اوعي يا عيسى. الف مبروك، الف مبروك يا عريس. اه وايه كمان؟ ما بالراحه علينا يا عم زين. الله وكيل، انا جاي اهني وبارك. انجز يا عبد الرازق، انجز وهات اللي في بطنك وقول عايزاه. أنا عايز السماح والرضا، وكنت جاي أقول لك أنا طلعت حمار، وحمار حصاوي كمان. أنا أصلاً لا ليا عيش لا مع بنات غالب ولا مع غيرهم، فما لقيتش قدامي غير أخوي وحبيبي المعلم زين. قلت أجي أستسمحه وأنوله الرضا، واللي هيقول لي عليه هقول أمين. أبرزي، وأنا هعمل إيه بواحد زيك يعني؟ أنت مش هتغلب يا معلم زين. خدني يا اخوي راجل من رجالتك، وما تنساش برضو ان عبد الرازق خبره في عطاره الحاج غالب الله يرحمه. هشوف بقول لك يا عبد الرازق. توكل على الله، دلوقتي عشان ده شغل. توكل على الله، الله يصلح حالنا وحالك. ماشي يا اخوي، ماشي بالاذن. اذنك معاك يا اخوي. ايوه يا شيخ صابر، انا عملت اللي انت قلت لي عليه. تمام تمام. مضيتك يا عريس. مضيتك يا عروسه. امضت وكيل العروس. امضت وكيل العروس.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. عليه الصلاة والسلام.
تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.